اليوم في ليلة العيد هذا تفكير ومهجتي تتجه للأرامل، للثكلة، لليتامى من التونسيين والتونسيات. تفكيري وعقلي يتجه إلى أرملة الشهيد محمد البراق وأولاده وأقاربه. تفكيري ومخي يتجه إلى أرملة الشهيد شكري بالعيد بسمة وأولاده والعم صالح بوه ولأخته وأخواته. اليوم تفكيري أيضا يتجه إلى عائلة لطفي نقف، قلبي وروحي مع عائلات الشهداء من جنودنا البواسل اللي سقطوا ضحية القيام بالواجب في جبل الشعابي. قلبي وعقلي يتجه إلى عائلة الشهداء من قوات أمن الداخلي اللي استشهدوا في القيام بالواجب، واجب الدفاع على بلادهم، على أمن شعبهم، على حرياتنا، على أرزاقنا، على راحتنا. تفكيري يمشي للجرحى من الجنود ومن قوات الأمن اللي أعطوا أغلى ما عندهم باش احنا ننعم بالاستقرار وبالأمن. رمضان هذا تعدى علينا صعيب وحزين. حزين بسبب هذه الأحداث، بسبب الجريمة السياسية، بسبب الإرهاب. وصعيب. صعيب لأن التوانسة انقسموا بسبب هالأحداث. بين معتصمين هنا ومعتصمين غادي. بين ناس نادي بتشكيل حكومة جديدة تكون عندهم فيها ثقة وتأمن لهم طريق سالك للديمقراطية والانتخابات الجاية. وبين ناس متمسكين بها بدعوة الشرعية. تونس عدات رمضان صعيب، العائلات الكل، جل العائلات تعبت باش تنجم تقوم بمصاريف رمضان، وكلنا نعرفوا شنو هي مصاريف رمضان، واليوم يتضايق باش يواجهوا العيب والفرح واولادهم، ماهمش يعرفوا شنو باش يعملوا وقت اللي باش تجي العوده المدرسيه، ويلزم مصاريف اخرى باش اولادهم تدخل المدارس. اليوم تونس في أشد الحاجة للوحدة وتآلف القلوب. ما تنجم تنتصر على هالمصاعب هذه الكل إلا إذا كان النخبة السياسية ترجع إلى رشدها وتحط تونس بين عينيها. تونس في أشد الحاجة إلى حكومة جديدة يثيقوا فيها التوانسة ويتوحدوا حولها وتكون قادرة وكفأة باش تأمن لهم الأمن، تضمن لهم الأمن وتهزهم للانتخابات في أقرب وقت باش تونس تستقر. هالحاجة هذه ما عادش ممكن حتى واحد يهرب منها، ويلزم الناس الكل تتفق عليها. واليوم رغم هالمصاعب الكل نحب نقول لكم عيدكم مبروك. أنا على يقين بأن إن شاء الله ما يرجع العيد هذا إلا يكون تونس انتصر على كل الصعوبات هذه. إن شاء الله باش نكون انتصرنا على الجريمة السياسية وعلى الإرهاب. إن شاء الله نكون قلوبنا توحدت حول حكومة جديدة تقودنا إلى عرس جديد للديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة. أنا متأكد أن العيد الجاي الابتسامة باش تدخل إلى دار عائلة الشهداء اللي هما باش يتأكدوا بأن التضحيات اللي قدموها واللي تحملوها ما مشاتش حرام. وعلى كل حال أنا نحب نلتزم أمامكم بأني مانيش باش ندخر جهد، وباش نعمل كل ما في وسعي باش نحقق هذا الهدف، هدف توحيد التوانسة حول حكومة قادرة باش توصلهم لبر الأمان. ولأنه كل ساعة ضيع تبعدنا على هذا الهدف وتقربنا من حال من حافة الهاوية. لذلك مرة أخرى كيف ما عرفتوني دائما أسعى إلى وحدة التوانسة على طريقة الديمقراطية باش ينجموا يحققوا انتظاراتهم في عودة الأمن وتشغيل الشباب وتنمية الجهات ومقاومة غلاء المعيشة. هالأهداف هذه أنا متأكد باش نحققوها من الأشهر القليلة القادمة، وما يجي العيد الجاي إلا نحتفل مع بعضنا بتقدم كبير عملناه على هذا الطريق. وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير.